السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتورة شيرين من مدرسة السبس الدولية، وده مجهود كبير جدا للطلبة قاموا بيه من أول السنة. نشاهد معانا هنا في المعرض البروجكت الموجودة كثيرة بالنسبة للطلبة سواء الهاي سكول أو الميدل أو الإلمنتري. بنجد إن المشروع الرئيسي بتاعنا اللي هو الطلبة قاموا بيه من أول السنة وتدربوا فيه على دايرة اللون وتدربوا فيه على الشيد والتين. المعرض بيوضح قد ايه مدرسة السبس الدولية بتهتم جدا بالارت، بتجد ان هو له رسالة تربوية هادفة وقوية، وده بيتضح جدا في المعرض ازاي الطلبة في خلال نصف سنة فقط قدروا ان هم ينتجوا هذا الكم من الشغل.